أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك أوقات مستحبة لصلاة الحاجة أو صلاة الاستخارة؟ وهل هناك أوقات منهي فيها الصلاة لهاتين الصلاتين؟ لا، ما هناك وقت معين وقت الاستخارة عندما تحتاج إليها، تصلي في أي وقت تحتاج إلى الاستخارة حتى ولو في وقت النهي، لأن هذه من ذوات الأسباب. نعم.